كل يوم والتاني كده بنلاقي الذكاء الاصطناعي عمال يفاجئنا تطورات وتقنيات، وكل شويه نتخض خضه مختلفه ونبقى حاسين بخضه جديده. من كام يوم كنا لسه بنتكلم انه تم طرح تطبيق جديد او ابلكيشن، الابلكيشن ده بيتكلم عن ان هو بيترجم المشاعر، بيساعد الراجل او بيساعد السيده او بيساعد الزملاء في العمل انهم يفهموا مشاعر بعض عشان يحصل نوع من انواع الاحتواء وقت الغضب ويحصل نوع من انواع السيطره على الغضب. والله وانا بحس ان العلاقه في بيت العمل فدي حاجه كويسه ممكن نعتمد عليها لان دي حاجه مهمه جدا. طبعا ما فيش شك انه العالم كل فتره كده في ابتكارات جديده، واللي ابتكروا هذا التطبيق بيقول انه بيساعد المجتمعات في خفض معدلات الطلاق، ودي حاجه مهمه جدا. خلونا نفهم الموضوع بشكل اعمق واشمل. طبعا من دكتور احمد سلمان، استاذ مساعد الشبكات والاتصالات بجامعه جيمس ماديسون بالولايات المتحده الامريكيه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير استاذ محمد، صباح النور استاذ امين، اهلا وسهلا بيكم. يا اهلا بيك يا فندم. من المعروف ان احنا واحنا بنتعامل مع الذكاء الاصطناعي فهو عباره عن مجموعه من البيانات ومدخلات احنا اللي بنقوم بادخال هذه البيانات فيه عشان نقدر نتعامل بعد كده من خلالها. هل هو عنده القدره على تحليل المشاعر؟ مظبوط كلام حضرتك. الفكره كلها في الذكاء الاصطناعي ان هو فعلا بيتم تمرين نموذج على كميه بيانات كبيره جدا مهوله جدا، ليها علاقه بالعلاقات بقى الانسانيه، ليها علاقه ببيانات، ليها علاقه على حسب النموذج ده هيستخدم في ايه. في الحاله بتاعه الابلكيشن اللي بنتكلم عليها دي اللي هي Angry Girlfriend، الابلكيشن دي تم ان هو يعني تمرينها على النموذج المشهور جدا بتاع اوبن اي اي اللي هو شات جي بي تي 4، يعني مبني على نفس البيانات بتاعتها، لكن هو محدد او محدود او محطوط عليه زي ما يقول طبقه ثانيه كده او اي بي اي، بحيث ان هو يبقى مخصص بس للحاجات اللي ليها علاقه بالعلاقات الانسانيه او الكلام اللي ما بين يعني الطرفين، طرف النساء مع الرجال او الذكور مع الاناث في العلاقات اللي هي الارتباطات العاطفيه والحاجات اللي زي دي. فهو ده اللي تم تمرينه عليه او تم عمل الابلكيشن عن طريق عن طريق التمرين ده بيبدا ان هو يعمل شويه سيناريوهات بحيث ان هي خصوصا ان هي تساعد الرجال، يعني ان هو يقدروا يفهموا اكتر الستات بتفكر ازاي او ايه المشاكل ازاي بقى دكتور ازاي بيفكروا ازاي؟ طبعا ما اعتقدش ان حتى الذكاء الصناعي في الوقت الحالي هيقدر يوصل لها، يعني هي الفكره ده اللي قلته، اذا كنا احنا الذكاء البشري زي ما بنقول احنا ما قدرناش ان احنا نوصل له. صحيح صحيح. هي الفكره ان طريقه تفكير السيدات او النساء غير طريقه تفكير الرجال، يعني هم تقريبا في ليفلين مختلفين او في اثنين بلينز مختلفين حتى، يعني بعدين مختلفين. فعشان يحصل تلاقي في الحاجات دي او فهم الحاجات، هو ده فكره الابلكيشن. هي واحده من المؤسسين بتوع الابلكيشن اللي هي ايميليا افيليس قالت ان الفكره جات لها ان هي تعمل الابلكيشن لان هي دخلت في كذا علاقه فاشله، وقالت ان اكثر اسباب العلاقات الفاشله اللي هي كانت فيها ان هي ما كانش فيه تواصل او التواصل ما كانش موجود، وفي نفس الوقت فقررت تعمل ابلكيشن عشان تقطع التواصل خالص، بدل ما كان عندها مشكله في التواصل مع الناس ومش عارفين تتواصل، فجابت حد يقطع التواصل تماما. ده اللي عملته بالابلكيشن. ما هي الفكره ان هي قالت هنبدا نخلق سيناريوهات عن طريق الاي اي ونحط الرجال في المواقف دي بحيث ان الرجال تشوف السيناريو وتبدا ان هي تتواصل عن طريق ده، تشوف اذا كانت هتوصل لحل ولا لا. فكره السيناريو ايه؟ هحط مثلا سيناريو ان راجل وخطيبته موجودين في حفله، انت دلوقتي موجود مع خطيبتك في حفله، وفي الحفله دي انت كنت قاعد تبص على واحده ثانيه وخطيبتك شافت الموضوع ده، فبدأت ان هي والله يا دكتور ما بيبقوا شايفين اصلا لا قدامهم لا خطيبته ولا غير خطيبته عشان يبص على واحده ثانيه. يعني الموضوع بيبقى ابسط من كده والله. اعتقد انه بعيدا عن الهزار، يعني ممكن الموضوع بيخضع لطبيعه الشخصيه، يعني طبيعه الشخص نفسه سواء بقى كان سيده او كان رجل،
هي بتبقى انماط كده من الشخصيات والابلكيشن هيتعامل معاها. ممكن تكون الشخصيه دي تنطبق على الرجل او تنطبق على السيده. في ستات كتير جدا بتكبر دماغها وفي رجاله كتير بتكبر دماغها، والنكد قائم مشترك ما بين الاثنين. فيعني اعتقد انها ملهاش علاقه بالنوع. هو ده حقيقي. هي الفكره في الموضوع او الفكره في الابلكيشن او اللي ناقص في الابلكيشن، وده يعني هناخد شويه وقت ان احنا نعمله، ان ما تمرنش على نموذج بيانات حقيقيه خاصه بالموضوع ده. يعني عشان حاجه زي كده تبقى دقيقه او تدي نتائج كويسه لازم يتم تمرينها على كميه رسائل كبيره، سواء بقى رسائل واتساب، رسائل اس ام اس ما بين الاطراف اللي هم اللي في علاقه، ويشوفوا يعني يخلقوا نموذج خاص بالحاجه دي. ما يبقاش مثلا حاجه مبنيه على تشات جي بي تي او على حاجه عامه فيها كميه بيانات كبيره، لا، نموذج خاص بس بالرسائل اللي ما بين العلاقه، بحيث النموذج يدي نتائج دقيقه. وفي نفس الوقت لازم برضو يكون خاص بالمكان الجغرافي. يعني انا لما اعمل نموذج يبقى خاص بالعلاقات في مصر، ما ينفعش ادربه على نموذج لناس في اوروبا. ده لان البشر مظبوط، البشر متفاوتين يا دكتور احمد، فاعتقد ان الموضوع صعب جدا. وفي مثال زي اللي حضرتك بتقوله مثلا، ان احنا بندربه على حاجه معينه، لو هو وزوجته قاعدين في حفله وهو بص على واحده فزوجته اتضايقت، فبنبتدي ندخل بعض البيانات ازاي نتعامل في هذا الموقف. طب انا ازاي افهمه مثلا ان انا سرحان، ان انا بما انه بقى بيفهم في المشاعر دلوقتي والعواطف افهمه ان انا هائم، ان انا ركز معاها وهي بتتكلم، افهمه ما هي بتتكلم، انا مش ببص على حد، انا هائم. بص ليه هائم؟ مش وقتها. الفكره كلها ان هو بيحط لك السيناريو، انت في السيناريو ده دلوقتي هي غضبانه جدا واجهتك وبتقول لك كده، هترد عليها تقول ايه؟ فانت تدي رد، فهو يرجع لك برد ويقول لك ان هي دلوقتي نسبه ان هي تسامحك مثلا 40%، انت بتحاول توصل ل 100%. حاسب بقى على ردودك، انت عندك 10 فرص لا يا هتستغلهم في الرد، وعلى حسب الردود بتاعتك هقول لك النسبه بتاعتك عليت في التسامح ولا قل. احنا بنحضر يعني يا دكتور، وبنذاكر وبنجهز نقاط. ايوه، عشان لو حصل الموضوع ده في الحقيقه اللي لما نتعرض للاختبار المفاجئ نبقى عندنا الاستعداد. بالظبط بالظبط. وخصوصا كمان هو فيها برضه سيناريو اللي هو ايه، مالك ماليش، اللي هو الحمد لله. يعني ليها حل عندهم دي؟ موجود. دي ليها حل عندهم؟ موجود. هو مش عارفين بقى الحل ده واقعي ولا لا، لان زي ما بقول لحضرتك لازم الحاجات دي يدخل فيها يعني ناس ليهم علاقه بالسيكولوجيه، مش بس بيانات مجرده ان هي صحيح يتم التمرين النموذج عليها. يعني لسه بتكلم في البدايه دكتور احمد كمان، ان هو مش هيفهم ان احنا عندنا حاجه اسمها التغافل، ان حاجه اسمها الموده، حاجه اسمها الرحمه. هو مش هيقدر يستوعبها طبعا. الحاجات العاطفيه دي يعني هي ممكن يتعمل لها محاكاه، بس لازم يبقى في ناس متخصصين ليهم علاقه بالسيكولوجي والعلاقات الانسانيه يدخلوا، بحيث ان هم يزودوا بياناتهم برضو ويتم ده، وده يكون مدخل في التمرين اللي بيحصل من النموذج. طيب ولو البطاريه التليفون فضيت يا دكتور هنعمل ايه؟ في وقت في خناق الابلكيشن. لا خلاص بقى، ده احنا كده يعني اللي هو ما يعني انت لازم تتمرن كفايه قبل ما تحصل المشكله، بحيث انك ايه يعني لو واجهت حاجه جديده معاك ربنا بقى. دكتور احمد سلمان، استاذ مساعد الشبكات والاتصالات بجامعه جيمس ماديسون بالولايات المتحده، نورتنا وشرفتنا، شكرا لوجودك معانا.